رفضت المحكمة الفرنسية طلب أسرة كانت تود تسمية طفلتهم باسم نوتيلا باعتبار أن الأسماء التي تعبر عن الفواكه والألوان والعلامات التجارية غير مقبولة لدى المحكمة، واعتبار أن هذه الأسماء لا تخدم مصلحة الأطفال مستقبلا. الأمر ذاته تكرر مع أسرة فرنسية أخرى رفضت المحكمة طلبها بتسمية ابنتهم فراولة باعتباره سيصير مصدر سخرية للطفلة، الشيء الذي سيسبب أذى نفسي للطفلة حينما تكبر، فاختارت الاحتفاظ باسم فريزن كاختيار بديل إذا ما أصر القاضي على رفض الاسم الأول.